بسم الله الرحمن الرحيم. شرفت بالأصالة عن نفسي كوزير التضامن الاجتماعي وعن جمهورية مصر العربية أن يمثل بلدي في هذا اللقاء القيم الذي يبحث التحولات الاجتماعية ما بين وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وهو اجتماع دوري بنناقش فيه القضايا الخاصة بالحماية والرعاية والتنمية الاقتصادية ما بين مختلف الدول العربية. الحقيقة بيبقى لقاء ثري جدا. يمكن هذا اللقاء كان بعد فترة طويلة من اللقاءات عبر الفيديو كونفرنس، لكن هذا تاني لقاء لنا يجمعنا. ناقشنا كثير من القضايا التي تم اتخاذها في الدول المختلفة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وكيفية حماية الفئات الأولى بالرعاية. الحقيقة يمكن اللقاء ناقش أكثر من قضية، وكان محوره الأساسي هو محور التمكين الاقتصادي ومساعدة فاقدي الرعاية والأسر الفقيرة على الخروج تدريجيا من الفقر، وبصفة خاصة في التحديات التي تلاقيها الدول العربية جراء فيروس كورونا وقبلها في ثورات الربيع العربي. يعني يمكن أكثر من دولة كانت لها مداخلة في المنظور، ترسيخ المنظور الحقوقي لفاقدي الرعاية، وأيضا ترسيخ المفهوم تمكين الاقتصادي وليس الإحساني. ناقشنا كثير من المبادرات الاقتصادية وحماية النساء والأطفال من العنف، وهو الحقيقة ممارسة زادت في السنوات الأخيرة، العامين الماضيين مع فيروس كورونا. يمكن جمهورية مصر العربية استعرضنا حوالي أكتر من 5 موضوعات رحبنا أن احنا نستضيفها في جمهورية مصر العربية، من إجمالي 11 موضوع يناقش كافة القضايا. كان على رأسها موضوع التطوع، استراتيجية التطوع العربي، حيث أن جمهورية مصر العربية انتهت من مسودة الاستراتيجية الوطنية للتطوع التي جاءت متزامنة مع قانون رقم 149 الخاص بتنظيم ممارسة الأهلي، وسيكون لدينا أول استراتيجية تطوع مصرية ستتزامن مع استراتيجية التطوع العربية. وده يمكن احنا في تأكيد على موضوعات التطوع والاستثمار في رأس المال البشري، كما يتم التوجيه دائما من القيادة السياسية. هناك أيضا موضوع هام خاص بذوي الإعاقة، اليوم العربي لذوي الإعاقة، كي نرى مع بعضنا البعض الاستفادة من خبراتنا المختلفة. وأيضا ويعني يمكن أنا أوضحت أن هناك سيكون هناك أيضا يوم دولي للأشخاص ذوي الإعاقة. معظم الدول أيضا ناقشت موضوع حماية ذوي الإعاقة وبصفة خاصة في أوقات الأزمات والكوارث والأوبئة، حيث أنهم يحتاجوا إلى حماية خاصة ويحتاجوا إلى تجهيزات مسبقة حتى يتم حمايتهم أثناء الأزمات. في أيضا موضوع خاص بالبنوك الاجتماعية العربية. يمكن إحنا لدينا بنك ناصر الاجتماعي في مصر، ولكن لم يسبق أن ناقشنا موضوع البنوك الاجتماعية في على مستوى الدول العربية. هناك أكثر من بنك يمكن كانوا كامنين خلال الفترة السابقة، ولكن دلوقتي بتصعد مع صعود التمكين الاقتصادي في هنستضيف في مصر بنك ناصر الاجتماعي، سيستضيف بنوك الاجتماعية العربية على مستوى أكثر من دولة. هي الحقيقة مش يوم عربي، هي استراتيجية عربية للتطوع. هذه أول مرة تظهر استراتيجية عربية، وإحنا أيضا كجمهورية مصر العربية هذا يعني أول مرة بنطلق استراتيجية للتطوع، وده كان من مبادئ أو كان من المواد التي ذكرت في قانون رقم 149 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي. هناك احترام شديد وتقدير للعمل الأهلي، وتقدير أيضا وتحميله جزء كبير ليس بقليل من مسؤولية الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. المجتمع الأهلي المصري أصبح مجتمع قوي صلب، يعتمد على نفسه إلى حد كبير، تم ميكنته بالكامل. فإن شاء الله التطوع هو مورد بشري تحتاجه الدولة في المساهمة في عملية البناء، وهو أيضا يحتاج الدولة في استرجاع وتحفيز روح المواطنة والعطاء. إن شاء الله في مارس 2022، ما بين مارس مصر بتطلق استراتيجيتها، هي الاستراتيجية العربية احنا بنستضيفها فقط، لكن هي بتضم أكثر من دولة. ده توجه عربي.